السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. موقع كويس قوي اسمه سلايدز اي اي، بيخليك تعمل من خلال الذكاء الاصطناعي اي عرض تقديم انت عايزه. والميزه ان هو ممكن يشتغل على جوجل سلايد، فانت ممكن تقول له انستول سلايد اي اي فور جوجل سلايد، يبدا ان هو يسطبه لك بحيث ان انت لما تفتح جوجل درايف تلاقيه موجود. كل عليك ان انت هتقول له انستول، فيبدا يسطب الاداه ديت جوه الجوجل سلايد، وتقدر تقول له انت اخترع الموضوع، ممكن تخليه هو اللي يكتب الموضوع او تاخد الكلام كوبي بيست من اي موقع او من شات جي بي تي، هو يقسمه لك على شرايح. سلايد اي اي دوت اي او من قلب الاكستنشن، وهتقول له ممكن تقول له جنريت سلايد او ماجيك رايت. طيب انا هقول له بقى جنريت سلايد، هو بيقول لك انا عايز اتعرف عليك بحيث ان هو يخصص لك النتيجه. تمام، يعني مثلا اديكيتور، و انت سمعت عننا منين؟ دي اللي هو بقى. تمام، نيكست ستيب، تقدر تختار اللغه من هنا. ممكن تعمل ايه؟ تقول له هكتب تكست كتير، وهو يبدأ ان هو يقسمهم لك في شرائح معينة. طيب، وممكن تقول له انا عايز مثلا حاجة للمؤتمر، حاجة تعليمية، حاجة للسيلز. هو بيقول لك ان على الاقل 500 حرف. تمام، ممكن تقول له مثلا عايز تفتح ويكيبيديا وتاخد الكلام من ويكيبيديا تحطه هنا وتقول له كرييت سلايد، او شات جي بي تي قول لي شات جي بي تي اتكلم عن كذا، هو يبدا يعمل لك كل حاجه. هو انا بشغل لك فيديو لحد ما هو يعمل لك البرزنتيشن. هو زي ما انت شايف فاضي، هو يبدا ان هو ياخد الكلام ويقسمه على كذا شريحه، ويبدا كمان يحط لك صوره جوه كل شريحه. زي ما انت شايف الشرائح بدات تظهر، فممكن لو انت عايز تقفل ديت، والشرائح هي كلها بقت موجودة، خد الكلام وبدأ ان هو يحط كل جزء منه في شريحة، ويبدأ ان هو يحط الصور المناسبة للكلام. اهوت، وليك امكانية بقى ان انت تعدل براحتك زي ما انت عايز. لو الكلام معجبكش، عايز تعدل الكلام، عايز تعدل الصور، عايز تعدل الشكل نفسه، مفيش اي مشكلة خالص، عدل براحتك. طيب دلوقتي اروح بقى الاكستنشن تاني واقول له ادنس، واقول له سلايد اي او، واقول له ماجيك رايت. هتظهر لي هنا بالشكل دوت، ماجيك رايت ميك برزنتيشن اسرع 10 مرات. فبيقولك ان هو ممكن يساعدك في الكتابة ويساعدك في الصور وكل حاجة انت عايزها. اختار بس انت اللغة بتاعتك ايه. فده برضه هيساعدك في ان انت تعمل برزنتيشن بشكل اقوى. طيب هبدأ اعمل تحديد لبعض النصوص هنا. واجي اقول له فيتش هايلايت تكست، فيبدا ياخد التكست. ولو فيها تعديل ممكن تعدل الصيغه بتاعتها. تمام، وتقول له مثلا عايز حاجه بروفيشنال او عايز حاجه فريندلي، وممكن تخليه يترجم لك كمان او تقول له عايز اللغه، هو يبدا يجيب لك النتيجه بحيث ان انت لو عجبك تقدر ان انت تحطها عندك في البرزنتيشن. فدي بعض التولز اللي تخليك تعمل برزنتيشن قيم وكويس افضل يعني.